السلام عليكم متابعي الاعزاء، كيف دايرين؟ لاباس؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال والظروف، يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه يا رب. هذا الفيديو ان شاء الله هو عباره على واحد دويره او جوله في الشقه ديال الاخ ديال الزوج ديالي يعني لوسي في مدينه ايتورير. الفلوغ اللي كنت درت على مدينه ايتورير مراكش كنت ذكرت فيه يعني ان كاينه لوسي كاينه في الدار وفوقها يعني الاخ ديالها ساكن الفوق وهي ساكنه في برومي ايطاج وهو في دوزيام ايطاج. المهم انا غندير لكم جوله بعدا في دوزيام ايطاج يعني في الشقه ديال الاخ ديال الزوج ديالي. كيف ما كتشوفوا هنايا انا حاولت نكتب لكم هكا الثمن ديال هذيك الطبيله. المهم هذا الغرض يعني الغرض من هذا الفيديو هذا هو اننا ناخذ الافكار كما تنقول دائما، ناخذ افكار مع بعضياتنا، نتشاركوا الافكار، كل اللي كيبغي هكا يشوف ويعرف يعني ياخذ فكره. هذا هو الغرض صراحه من هذا الفيديو، هذا الشيء اللي كاين. صراحه انا عجبني بزاف هذا الاصلاح اللي دار يعني لوسي، صراحه عجبني، زوين القبس، جا زوين تبارك الله ما شاء الله، كل شيء جا غزال. باقي ليه ان شاء الله الفراش، ان شاء الله يفرشوا تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. غادي نخليكم ان شاء الله مع هاد الجوله في هاد الشقه هذه الدويره، وتنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى يعني المشاهده ديالكم واللايكات، شكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، السلام عليكم. Up with us, I'm leaving you. I've been waiting. I've been.
Help, estás? Tô aqui, tenho uma.